نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله disandang oleh Umar Turi dari negara Gini. أما الفائز بالجائزة الأولى قسم الحفظ هو القارئ السيد عمر توري من جمهورية غينيا وقد حصل على 98 درجة و63 من الدرجة في المئة. The winner in the men's memorization category this year goes to Mr. Omar Turi from Guinea with a score of 98.63%.